أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم الأسبوعي أسس التربية، ومع ضيف اللقاء الدائم سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس المساعد. أهلا وسهلا سعادة الدكتور. حياكم الله أستاذ أنور، حياكم الله جميعا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. اليوم بإذن الله ناقشكم موضوع جديد في هذه السلسلة، ونتحدث اليوم عن العادات بين التخلية والتحلية. صحيح. ابتداء دكتور، ودنا نفهم هذا العنوان قبل أن نتحدث عن أسباب الاختيار. جميل. العنوان حفظك الله بعد الحمد والصلاة والسلام على رسول الله، هو نقصد به ما يرتبط بتلكم السمات في مجال السلوك التي ترتبط بالشخصية من حيث العادات، السلوك الاعتيادي الذي يمارسه الإنسان بشكل مستمر، فيصبح هذه بالنسبة له أو هذا السلوك وسلوك اعتيادي، ويكاد أنه يعني يمكن أن يصبح سمة له اعتيادية. هذا هو القضية التي نحن نريدها فيما يتعلق بقضية العادات، فهي ليست فعلا لمرة أو مرات معدودة، وليست هي خاطرة، وليست هي فكرة، وإنما هي عادة مستمرة، سلوك اعتيادي يقوم به الإنسان. هذا فيما يتعلق بالشق الأول أخير أستاذ أنور والإخوة المستمعين والمستمعات في العنوان هذه الحلقة، ألا وهي قضية العادات بين التخلية والتحلية. لأن نحن أخي الكريم لدينا عادات حسنة ولدينا عادات سيئة، ولذلك لا بد لنا من قضية التخلية ولا بد لنا من التحلية. نقصد بالتخلية هو إبعاد الجوانب السلبية، ألا وهو إبعاد السلوكيات أو العادات التي هي السلوك الاعتيادي السلبي. بعضنا قد يكون لديه معاناة في عادات سيئة، التدخين، أصدقاء السوء، النظر للمحرم، عدم الانضباط في الأوقات إلى آخره، فعنده عادة سيئة، عادة سلبية. فهنا نحن سنتحدث كيف نتخلص من تلكم العادات السيئة، هذا الذي نقصده بالتخلية، نخلي نبعد المؤثرات السلبية عنا، ألا وهي العادات السلبية. التحلية هي عكس ذلك، وهو ما يتعلق بقضية العادات الحسنة، العادات الحسنة، الأشياء اللي هي إيجابية الطيبة، المحافظة على الصلاة، القراءة النافعة، بر الوالدين، الانضباط في الحضور، الابتسامة إلى آخره، وهو سلوك اعتيادي مستمر لهذا الإنسان، هذه تسمى عادة حسنة. نحن نريد في التحلية كيف نستطيع أن نكتسب تلكم العادات. جميل. الحسنة. النفوس أخي أستاذ أنور السليمة والعقول الراجحة والفطر السليمة تنشد إلى أنها تبتعد عن العادات السيئة. نعم. وقد تكون متورطة. صحيح. وترغب أن تكتسب العادات الحسنة. نحن سنناقش هذه القضية، ومهم جداً. جميل. التخلية هنا تبدأ ابتداءً أو نقوم بها ابتداءً، لأنه القاعدة الحقيقية السليمة أن التخلية قبل التحلية، التخلية. جميل. قبل التحلية. جميل. بمعنى أنه لا نستطيع مثلاً الزواج تحلية، والزواج يعني عادة رائعة جداً، فلما يتزوج الإنسان قد يبقى عنده مشاكل أخرى سلبية متعلقة بقضية عدم الشعور بقضية اللي تسكنوا إليها وجعل بينكم. نعم. مودة ورحمة. السبب في ذلك أن لديه عادات سيئة فيما يتعلق بالعلاقات المحرمة أو النظر المحرم، ولذلك كما قال الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى. نعم.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني الله قدم جانب التخلية وهو يكفر بالطاغوت، وثم التحلية يؤمن بالله، يحصل بعد ذلك النقاء والصفاء في العقيدة وفي مسلك هذه الحياة من خلال منهج التخلية والتحلية. جميل، حسن الله عليك يا دكتور. نلخص هذا الكلام بأن العادات هي السلوك الإنساني الدائم الغير متكلف الذي يحدث دائما، وهو بين التخلية والتحلية، والتخلية ابتداء هو الصحيح وهو التنقية، ثم يأتي بعد ذلك اكتساب الأخلاق الفاضلة والحميدة. على بالي سؤالي دكتور، هل ممكن أن تكون هناك مرحلة تحلية ما تسبقها تخلية؟ بمعنى أن يكون الإنسان ما عنده عادة أصلا في شيء معين ثم يكتسب عادة حسنة، فهل هذا يلزم أن يمر على مرحلة التخلية، ولا على طول يدخل على مرحلة التحلية؟ ما دام أن لديه في الجانب المعين مثلا جانب سلبي وهو يريد الجانب الإيجابي، فعليه أن بالتخلية أولا. نعم صحيح. قبل التحلية. جميل. حتى تأتي ثمار الجوانب الإيجابية في محلها، مثل جميل. ما ذكرنا في الزواج. جميل. وتزوج زواجا شرعيا، هذه تحلية، لكن المشكلة ما زال هناك علاقات مستمرة. هنا الذي أذهب قضية الشعور بالسكن والمودة والرحمة في إطار العلاقة. جميل. الزوجية. جميل. إذ لا يجتمع وحقيقة نعم. أي نعم، حقيقة أستاذ أنوار، موضوع أستاذ أنوار هذا العنوان وما يتعلق به مهم جدا للعلم، لأن الحقيقة أن العادة هي ممكن تثبت شخصيتي وتثبت شخصيتك يا أخي وكل أحد. يعني إذا أردنا أن نعرف شخصيات الآخرين غالبا سننظر إلى سماتهم التي هم يعني يمارسونها بشكل مستمر. نعم. سلوكياتهم المعتادة هي التي تؤكد عن شخصياتهم، ولذلك العادات قضية مهمة جدا. جميل. وسنفهم إن شاء الله تعالى القضية هذه أكثر. الجانب الآخر أن هناك إشكال في التلبس بالعادات السيئة، ويكون التخلص منها قد يكون عند البعض الشعور بأنه صعب جدا. نعم. هناك خطوات. نعم. تسهل هذه القضية. ثم أيضا أن العادات الحسنة الذي هو لا يتصور أنها كانت كذلك. أنا أذكر لك مثال أخي الكريم، شخص أعرفه لا يقرأ، وفي عمر متأخر بالأربعينات الخمسين تعرض إلى شخص أثر فيه، أصبح إلى الآن عمره بالثمانين الآن قارئ نهم يا أستاذ أنور، قارئ نهم. ما شاء الله ما شاء الله. ولم يكن يقرأ ولم جميل. يكن يرغب جميل. في القراءة. جميل. لكن جاء المثير وشيئا فشيئا حتى أصبحت بالنسبة لديه عادة حسنة. جميل، أحسنت يا دكتور، بارك الله فيك. ولذلك حنا نقول طرح هذا الموضوع يأتي أهميته من خلال تحقيق السعادة للإنسان، تحقيق ذات الإنسان. صحيح. تحقيق وجوده في الحياة، يكون إنسان مثمر ونافع لنفسه ولمن حوله. اسمح لي دكتور أخذ اتصال من سيكون معنا إذن بعد قليل اتصال مع الدكتور عبد الله الصبيح. إذن نؤكد على مسألة أن اكتساب العادات الحسنة وإزاحة العادات السيئة هو مطلب مهم جدا لأي إنسان في هذه الحياة. وقصة اللي ذكرتها يا دكتور تعطينا أيضا إيجابية، أو تعطينا أيضا ملحظ مهم جدا، أن العمر لا يعني عدم إمكانية تحقق هذا الأمر. فهذا الرجل في الأربعين أو الخمسين استطاع أن يعدل سلوكه وأن يرتقي بذاته. فإذا العمر ليس هناك مرحلة عمرية معينة دكتور ممكن نقول أن هذا العمر يقف عند قضية الاكتساب وقضية التحسين. لا لا. نعم. هناك فرص في العمر صحيح، ولكن أنا أذكر قصة في مجلة الدعوة عن مؤذن مسجد بدأ يحفظ القرآن وعمره سبعين سنة، وحفظ القرآن في 3 سنوات لأنه مؤذن المسجد، فكانت لديه إرادة قوية، وبين الأذان والإقامة كان يحفظ ما شاء الله. ثم يسمع بعد ذلك، وأنهى حفظ كتاب الله بعد 3 سنوات وعمره 73 سنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه تعطينا نقطة جديدة لأن نتطرق لها يا دكتور أثناء الحديث عن الإصرار والاستمرار. تسمح لي دكتور أخذ اتصال من سعادة الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، أستاذ علم النفس الاجتماعي
المشارك. اهلا وسهلا سعد الدكتور. أهلاً يا مرحبا. اهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب نورتنا يا دكتور واسعدتنا بهذا الاتصال والمشاركه، بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم ويسلمكم ويحفظكم. اليوم دكتور حديثنا عن العادات بين التحليه والتخليه. اتمنى من سعادتكم إلقاء الضوء على هذا الموضوع من خلال المنظور الإسلامي للعادات والتحلية والتخلية. تفضل مشكورا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الموضوع في غاية الأهمية، وعندنا قاعدة أن الأفعال التي يكررها الإنسان تكسب نفس الصفات، فإذا كانت الأفعال التي يكررها الإنسان حسنة فيتكسب الإنسان صفات حسنة، جميل. وإذا كانت الأفعال سيئة فيتكسب الإنسان صفات سيئة. جميل. والأفعال التي نحن نتحدث عنها هي شاملة عامة، إذا كانت من أعمال الذهن فيتكسب الذهن قدرات وصفات، وإذا كانت مشاعر فيتكسب النفس صفات وسمات، وإذا كانت من أعمال البدن فيكذلك أيضا تكسب البدن صفات وسمات. فقل لي ماذا تكرر من العادات؟ أقول لك ما هي سماتك الشخصية. جميل. وعندنا في ذلك شواهد من القرآن ومن السنة ومن كلام العلماء. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. فأنتم إذا صمتم صياما صحيحا سليما فسوف تكتسبون صفات التقوى. جميل. أيضا قول الله عز وجل دكتور لو بس أنت ذكرت أن هناك عادات ذهنية أو سلوك أو أعمال ذهنية وأعمال بدنية، هل الصيام من أعمال بدنية؟ الصيام يجتمع فيه كل هذه، يجتمع فيه عمل البدن. نعم. وعمل النفس وعمل الذهن. جميل جميل. يعني حينما يصوم الإنسان فهو ينأى بنفسه بحركة عملية عما لا ينبغي، عن المحرم، عن الخطأ، عن الإثم، عن يبتعد عنه ابتعادا جسميا. جميل. وينأى بمشاعره عن ما لا ينبغي، وينأى بذهنه من خلال محافظته على ذكر الله وحمده والثناء عليه وكذا، ينأى بذهنه ومشاعره عن ما لا ينبغي. جميل. فهو جميل. عملية شاملة للجسم، ولهذا يورث التقوى. التقوى هي ليست فقط صفة بدنية وإنما صفة ذهنية. نعم. وصفة نفسية. صحيح صحيح. الصلاة: يا أيها الذين كما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. الصلاة إذا داوم عليها الإنسان وحافظ عليها بسننها ورواتبها وخشوعها وكذا فهي تكسبه هذه البعد عن الفحشاء والمنكر. الإنسان حينما يجاهد نفسه فيجاهده على الخشوع، يجاهدها على بعض الصفات الحسنة تكسب نفسه صفات حسنة. جميل. في الحديث الصحيح رواه البخاري وأظن رواه مسلم أيضا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. نعم. العلم بالتعلم هذا أمر يشاهده الناس ويرونه، ولذلك جاء مقدمة من الرسول صلى الله عليه وسلم للأمر الثاني المهم، والحلم بالتعلم. الله أكبر. فاستقر في أذهان كثير من الناس أنني ما دمت غضوبا سريعا الانفعال فإنني لا أستطيع أن أغير ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، العلم كما أنك تتعلم وتتغير. نعم. فأنت إذا تحلمت، إذا وطنت نفسك على العلم فسوف تتغير. جميل جميل جميل. ولذلك الإنسان الذي يأخذ نفسه بالذكر، بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأوراد التي يخشع عندها قلبه وتطمئن جوارحه، يكسب نفسه صفة. هذه الصفة تبقى مستمرة معه،
حتى حينما تقع عنده أو تقع عليه بعض الكوارث تجده هادئا مطمئنا راضيا صابرا محتسبا. الله أكبر. نعم. أيضا كذلك الإنسان الذي بالضد حينما يأخذ نفسه بسرعة الانفعال بسرعة الغضب أو حينما يغضب يطلق بعض العبارات بعض كاللعن والكتم والسب وكذا هو يكسب نفسه هذه الصفات فتصبح صفة له. ولذلك أنت ترى في الحياة العامة بعض الناس لا تستطيع أن تقول عنهم إلا حمقى مما ترى عليه من الصفات ولو أنهم أخذوا أنفسهم أطروها على الحق وصبروا وجاهدوا لا تغيرت صفاتهم. الله أكبر. الله أكبر. وهذا نجده تكلم عن هذا الموضوع عدد من علماء المسلمين لكن أذكر منهم أذكر منهم ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله يقول إن المداومة على فعل معين يكسب لذة وهذه اللذة تعطي النفس صفات تتسم النفس بصفات بسبب هذه الأفعال. ابن خلدون يقول المداومة أو مزاولة مهنة أن تزاول مهنة فترة طويلة صناعة إصلاح ساعات إصلاح سيارات إصلاح نجار أو كذا أو يكسب صاحبه ملكة عقلية. جميل جميل. يكون عندي يدرك من خلال مشاهدته لهذه الآلة ما لا يدرك غيره لمن يشاهدها لأنه أصبح هذا عنده ملكة. ولذلك تأتي تأخذ سيارتك إلى ميكانيكي فيسمع الصوت يقول عندك العلة الفلانية بمجرد سماع الصوت ما يحتاج يفحص السيارة. صحيح. لماذا؟ لأنه صار عنده ملكة. فنحن إذا زاولنا الملكات الأعمال العقلية نكسب أذهاننا صفات عقلية. فالذي مثلا يضيع قدرات العقلية في نوع من العبث ونوع من كذا هو في الحقيقة يكتسب صفة ذهنية تناسب هذا الذي أضاع قدراته فيها. وتجد بعض العوائل مثلا في ما بين وقت وآخر يدرسوا في حل بعض الألغاز في بعض الألعاب الذهنية وكذا تكسب أطفالهم قدرا من الذكاء ترتفع مستواهم. جميل. في الرياضيات جميل. في الذكاء في كذا في ف إذن هذه المسألة بماذا تشغل وقتك بماذا فهذا يكسبك صفات سواء كانت صفات نفسية أو صفات عقلية أو صفات بدنية أو صفات مهارية. أحسنت يا دكتور. يعني من أثناء حديثك يا دكتور ذكرت أن مجرد العمل ليس شرطا للاكتساب وإنما المداومة هي الأساس للتعديل. المداومة على العمل. نعم. المداومة على نعم. العمل. نعم. وأيضا في هناك فرق حينما تجد بعض الأشخاص حينما يقوم بعمل يقوم به ونحن نقول ما لنفس. صحيح. هذا ما يستفيد لو صلى لو كذا لو كذا لا يستفيد فائدة كبيرة. يعني نحن لا نريد أن ننفي هو لو صلى ينال البر الأجر. ينال نعم. الأجر نعم. وتبرأ ذمته نعم. بذلك وكذا لكن حتى يحصل على الفائدة الحقيقية لابد أن نفسه تذوب في ذلك العمل وتنغمس فيه. لعلي الدكتور الاستمرارية الاستمرارية في العمل تحدث الألف هذا أن يألف نعم. نفسه هذه العبادة ثم يتولد عند هذا التأثير نعم. الإيجابي نعم. الذي نبحث عنه. أحسن. نعم, نعم. أحسنت دكتور. دكتور جزاك الله خير على هذه اللفتات. هل من إضافة حول هذا الموضوع من منظور من التراث الإسلامي؟ أن ذكرت كلام الشيخ الإسلام وذكرت أيضا كلام ابن خلدون رحمه الله جميعا. هل ابن القيم له كلامه في ذلك ايضا وكذلك الغزالي وعدم حتى الفلاسفه ايضا لابن سينا ولغيره لهم كلامه في ذلك. فهذا هذا الموضوع هو بمثابه المعلوم الشائع عند علمائنا وعند مركبيننا. نعم صحيح.
شكرا سعادة الدكتور على المداخلة الجميلة، ونفع الله بكم، ونتمنى نلتقيكم إن شاء الله قريبا بإذن الله عز وجل في حفظ الله ورعايته. شكرا شكرا دكتورنا. نعود إلى دكتورنا الدكتور خالد السعدي بعد هذه الكلمات الجميلة من المنظور الإسلامي حول العادات بين التحلية والتخلية. تعليقكم فضيلة الدكتور خالد على هذا الكلام؟ الله يجزاك خير، ولا عطرة بعد عروس دكتورنا أستاذنا ومشرفنا الدكتور عبد الله. نحن الحقيقة من استفدنا منه في محاضراته وإشرافه وكتبه جزاه الله خيرا، وما أشار إليه في قضية العادات الحسنة وما يحصل من طردها العادات السيئة، وعند قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما تحدث فيه من كلام ابن تيمية وما تحدث فيه من كلام ابن خلدون في الملكة مهم جدا. أؤكد على وضيف إضافة مهمة، هو جزاه الله خير أراد ربما أن يختصر الوقت، وكنا نتمنى أنه يزيد من كلامه، لأن كما ذكر علماء المسلمين تحدثوا عن هذه القضية، لكن يهمنا جدا أيضا كلام ابن القيم. الحقيقة ابن القيم له نموذج رائع جدا أستاذ أنور، ألا وهو ما يرتبط بقضية الخواطر. يقول يعني أن العادات أصلا ابتداء تحصل من خلال خاطرة تأتي في الذهن، إذا هو لم يدفعها انتقلت وتشربها، انتقلت إلى فكرة، ثم انتقلت إلى إرادة وعزيمة، ثم انتقلت إلى عمل، ثم انتقلت إلى عادة. ولذلك العادات الحسنة أصلها خواطر حسنة، وهذا شيء جميل. والعادات السيئة أصلها خواطر سيئة، ولذلك ينبغي في مجال التخلية في العادات السيئة أننا حتى لا تصل القضية إلى أن تكون عادة سيئة، أن نتفهم ابتداء من أن لما من كانت الفكرة. خاطرة من الخاطرة حتى ولذلك يقول ابن القيم كلام جميل، يقول فدفع الخواطر أهون من دفع الأفكار، ودفع الأفكار أهون من دفع الإرادات، ودفع الإرادات أهون من دفع الأعمال، ودفع الأعمال أهون من دفع العادات. ولذلك كلما استطعنا التخلص من وقت مبكر من هذه الأمور السلبية السيئة، أيا كانت في مجال الفكري أو المشاعر والوجدان كما شرح الدكتور، أو المهاري أو إلى آخره، كل ما كان هذا أفضل. أما في الجانب الإيجابي بالعكس، أي خاطرة تأتيك إيجابية تشبث بها وانقلها إلى فكرة، ثم إلى إرادة وعزيمة، ثم إلى عمل، حتى تصبح لديك عادة. يعني إذن هذا من خلال كلامك يا دكتور أجد أن علماء النفس لما ذكروا مسألة تحديث النفس بالإيجابيات وبالأشياء الجميلة، أن هذا فعلا يؤثر على العادة وعلى السلوك وعلى العمل. هو لا شك أن الإنسان هو خليط من ومزيج من قضايا عديدة جدا، يعني من الناحية العقلية ومن الناحية الوجدانية ومن الناحية الجسمية المهارية، هذه كلها وقضية التكاملية يؤثر بعضها في بعض. أنا أتصور لو دخلنا أستاذ أنور الآن في مجال الخطوات الاستراتيجية، هذا صحيح. ستظهر القضية أكثر. لذلك ما ودنا حقيقة نأخذ وقت الحلقة، لأن هذا الشيء الذي يبحث عنه المشاهدين الآن، يبحثون عنه المشاهدين والمشاهدات، وهو مسألة كيف نتحلى بالمحاسن والأخلاق الفاضلة والسلوكيات الجميلة والعادات الحسنة. لعلك يا دكتور تبدأ في طرح هذه الفكرة الجميلة ونبدأ نناقشها. لعلنا نبدأ على حسب القاعدة التي اتفقنا عليها. نعم، بالتحلية قبل. أحسنتم. التخلية قبل التحلية. التحلية قبل التخلية. لا، التخلية قبل التخلية. نعم، التخلية. أي نعم. يعني نبدأ بقضية كيف نتخلص من العادات السيئة. جميل. أولاً. نعم. خاصة إذا كان العادة السيئة ستكون تزاحم العادة الحسنة. نعم. فدعنا نأخذ القضية ابتداءً. أتذكرنا كيف نتخلص من العادة السيئة؟ نعم. يعني هل نأخذ مثالاً في ذهنك أستاذ أنور في الجانب يعني السيئ؟ أولاً بس حتى لا نربط بين معلومة التخلية والتحلية، أن كأننا في مرحلة البناء، قبل أن نبني يجب أن ننظف الأرض ونمهدها ثم نبني عليها، فلا بد من التخلية على هذا. من العادات التي نشرب قبل منها؟ قبل أن نشرب هذا، إذا كان قد امتلأ غبارا مثلا، نعم، فالتخلية هو أن ننظفه من الغبار. جميل. والتحلية هو أن نسكب عليه الماء بعد التنظيف. أدري.
باختصار شديد جدا. طيب دكتور، نعم. نريد أن نذكر الآن مثالا ونطبق عليه، يعني سنذكر عادة من العادات التي يعني قد تكون جميل عند العدد من الإخوان، لكن تسمح لنا حفظك الله ورعاك أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل الحديث. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله تعالى. سفينة وشراعها. حادث مروع وكوارث مؤلمة، هذا ما يقع كثيرا نتيجة الإهمال وعدم الإتقان. فالإتقان هو المعيار الحقيقي للمفاضلة بين الأعمال، وهو ركيزة التقدم والبناء الحضاري، ومطلب شرعي للفوز بالدنيا والآخرة. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وليس الإتقان مقصورا على عمل دون آخر، فهو مطلوب في أعمال الدنيا والآخرة معا. قال وهيب بن الورد: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه. فإن أحدكم قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه. ويمكن تحقيق الإتقان ونشره في المجتمع بالعديد من الوسائل، منها غرس معاني تقوى الله تعالى ومراقبته في النفوس، تفعيل المحاسبة على التقصير والإهمال، تكريم المتقنين من مؤسسات وأفراد، وإبراز مجهوداتهم، والإشادة بأعمالهم ومنتجاتهم، العناية بالناشئة من خلال تدريبهم وتحفيزهم على إتقان جميع شؤونهم، الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين، والتزام معايير الجودة في المجالات العملية والصناعية، إبراز القدوات الحسنة التي تتميز بالإتقان والجودة في المجتمع المسلم، القيام بحملات إعلامية ودعوية لتأكيد مفهوم الإتقان والتميز. وتبقى مراقبة الله تعالى هي الحافز الأكبر والداعم المؤثر في القيام بالعمل والحرص على إتقانه. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هناك سفينة وشراعها يحتاج كي نعود إليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أسس التربية، ومع الدكتور خالد وفقه الله. حديثنا اليوم عن العادات بين التحلية والتخلية، بين التخلية والتحلية، وتوقفنا عن التخلية وكيف نستطيع أن نتخلى من بعض العادات السلبية أو السيئة. نذكر مثالا دكتور، من العادات السلبية التي قد نعاني منها ضياع الأوقات وعدم القدرة على تنظيمها بشكل إيجابي نستطيع أن نستفيد منها. هذه قضية القضايا على أي حال، والدراسات كثيرا دلت على أن موضوع الفراغ وضياع الأوقات وعدم الاستفادة منها هي مما يعني يحدث بسببه انحراف الأحداث وانحراف الشباب ذكورا وإناثا. والرسول قال أن الشباب والفراغ، الشاعر يقول أن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. لعل نأخذ الآن هذه الخطوات والاستراتيجيات أستاذ أنور ونطبقها على هذه القضية. جميل. وأريدك أن تكون معي حتى نتشارك في التطبيق بقضية أخرى لها علاقة أيضا بما جاء في الدراسات في سبب الانحراف، ألا وهي قضية الاعتياد على مصاحبة أصحاب السوء وصاحبات السوء وإلى آخره. نعم. لا من حيث وجها لوجه، ولا كذلك من حيث الوسائل التواصل الاجتماعي، لأن قضية الفراغ وأصدقاء السوء هي من أكبر القضايا، دلت عدد من الدراسات على أنها سبب الانحراف. لو أخذنا الجانب اللي أنت ذكرته وجزاك الله خير في موضوع ضياع وقت الفراغ، ماشي؟ نعم. وهذه معتادة عند سين أحمد من الناس، وهو يجلس في وقت فراغ ليس عنده أي شيء ينتجه. جميل. لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. نعم. كما جاء في عن أظن عن عمر: لا تكن سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. والسبهلل لما ترجع إليها في قواميس اللغة تجدها هو الشخص الفارغ، الفارغ. واضح سيد أنور؟ واضح. نعم. لو مشينا عليها، نعم، هي خطوات أربعة أنا أرى
أن مهم جدا نضع هذه القضايا في أي عادة سيئة نريد أن نتخلص منها. مثل ما ذكرنا الآن سنطبق على قضية ضياع وقت الفراغ، أو سنطبق بعد قليل على قضية الصحبة السيئة، أو طبقوه على التدخين، أو طبقوه على المتابعة الأشياء السيئة في وسائل التواصل الاجتماعي أو إلى آخره. جميل. أولا سننور إدراك خطورة هذه العادة السيئة والقناعة بأهمية تركها. واضح جميل. شيخ؟ إذن خلينا نقول الاعتراف بالمشكلة. اعتراف بالمشكلة، لأنه جميل. فعلا إذا هو ما يشعر يقول لك لا أنا ما صحيح. ما أرى أمر طبيعي، وأنا لن يخطو للتغيير. لن يخطو للتغيير، ولذلك لابد جميل. هو ابتداء، وهذا لعله حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني كل ما سنذكره ينطبق عليه قضية التغيير الذاتي حقيقة. جميل جميل. وهو ينبغي أن يدرك الخطورة، إما ببحث من عنده باطلاع وقراءة أو بتأثير من آخرين، لأنه الشخص العاقل لا يمكن أبدا يستحسن أن يبقى في مكان جميل. مكانه الطبيعي العادي دون أن يتقدم ويظن أنه سيبقى على ذلك وهو سيتأخر. لذلك لابد أن ندرك الخطورة، يعني إيش خطورة ضياع أوقات الفراغ؟ نعم. خطورة في غيرك يسبقونك. صحيح. خطورة في فرص ضياع الفرص ستضيع عليك وهي ثمينة. نعم. وفرص دينية ودنيوية. صحيح. يعني صحيح. لا في جانب المالي، لا صحيح. في جانب التأهيل، لا في جانب الدراسة، لا في جانب العلاقات، لا في جانب الأسرة، لا في جانب الزواج. فإذا أنت تحتاج إلى استثمار وقت فراغك فعلا، لأنك إذا بقيت بهذه الصورة أنت تؤخر نفسك كثيرا. نعم. فحينما الإنسان بس يخاطب عقله يا سيد أنور، نعم، ويتعرض لهذه الحيثيات كما قلنا، شوف احنا يكفينا أن يكون لديه عقل. نعم. يستطيع أن يدرك خطورة ما هو عليه من ضياع الفرص وضياع الأوقات، وخطورة أن يبقى على هذه الصورة، لأنه سيتعرض لمخاطر كثيرة من قضية حتى الجانب الاكتئاب. جميل. حتى الجانب المتعلق بالضيق والطفش وإلى آخره، وسيقع في فخ إذا كانت الصلاة اللي أشار إليها الدكتور عبد الله في كلام شيخ الإسلام بن تيمية عند الآية تنهى عن الفحشاء والمنكر فتزاحم. نعم. ترى أيضا كذلك الفراغ سيجعل الإنسان ينخرط في الجوانب السلبية أكثر من ذي قبل. واضح؟ صحيح. صحيح. واضح؟ نعم نعم. فلذلك إدراك الخطورة والقناعة بذلك هذه قضية رقم واحد. صحيح. ماشي؟ صحيح. نفترض أن الشخص عاقل أدرك هذه القضية من خلال خطبة جمعة، من خلال أستاذ ناجح، من خلال أب مربي فاضل. نعم. من خلال صديق إيجابي. ننتقل إلى الخطوة التي تليها. نعم. ألا وهي الإرادة القوية يا أستاذ أنور. نعم. الإرادة القوية بمعنى اعقلها وتوكل. جميل. بمعنى جميل. حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. وإنما العلم بالتعلم. هذه نعم. قضية مهمة جدا، ألا ما يتعلق بقضية إيش؟ بقضية الإرادة القوية. جميل. الإرادة القوية. ثم لأنه شو المشكلة في الإرادة القوية؟ يعني الأولى الإرادة القوية في التغيير. في التغيير. نعم. الإرادة القوية للتغيير. نعم. نعم. بمعنى آخر أيضا يعني الإرادة يعني هو الأولى مشكلتها أنه لن يقتنع أو لا يعرض نفسه للتفكير في مخاطر البقاء في مشكلة ضياع الوقت. صحيح. طيب صحيح. الإرادة القوية الآن في أنه يستثمر وقت فراغه. جميل. الإرادة القوية بأنه يترك ضياع الوقت، هو جالس الآن هكذا مستلقي ويفكر ويذهب يمنة ويسرى. نعم. طيب هذا الآن ما عنده إرادة. طيب قال إن شاء الله أنا صحيح مقتنع، أنا صحيح أني أشعر بالخطورة، أجعلها في وقت آخر، غدا بعد غد بعد أسبوع إلى آخر. لا، الإرادة القوية تحتم على الإنسان أنه فليتعوذ بالله ولينتهي كما جاء في الأثر. جميل جميل. ماشي. جميل. يتعوذ بالله ويقوم، لأن الإرادة القوية تثبت للإنسان أنه قادر على التغيير. أما إذا تساهل ولم تكن قوية سيضعف وعندئذ سيستسلم، وهذا واضح جدا. جميل. جدا في من هم مدركين لخطورة ما هم عليه، مثلا قضية ضياع الوقت أو مثلا التدخين أو غيره، لكن يستمرون فيما هم عليه. تأتي النقطة الثالثة أخي الكريم. جميل. ألا وهي جميل. البديل. ماشي. البديل في قضية مثلا ضياع الوقت هو ماذا؟ هو أكيد أنه لا يستثمر وقته. نعم. أو يستثمر وقته في غير النافع. في نعم. الغالب أنه نعم. إن لم تشغل نفسك بالطاعة شغلتك بالمعصية. هذه قضية مفهومة مدركة. صحيح. يعني صحيح أنه قد يكون ما عنده شيء، لكن في الغالب سيبدأ يفكر تفكيرات سلبية. صحيح. أو ينظر إلى نفسه نظرات سلبية، أو يكون سببا في كما قلت إلى 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 ويلات
وأمراض وأشياء كثيرة جدا، وليس هناك من نتاج لا في شأن الدنيا ولا في شأن الآخرة، لا في الدين ولا في الدنيا. هنا يأتي البديل. البديل هو أنه يستثمر وقته، هو أنه يقوم بعمل مقابل الفراغ من خلال استثمار وقت الفراغ، فيثبت لنفسه هذه القضية. طيب عنده ضعف مع نفسه، يخرط نفسه مع الذين يمكن أن يساعدوه على هذه القضية ويحققون له البدائل من خلال مؤسسات، أندية طلابية إذا كان طالبا، يعني طالب مثلا عندنا مثلا في الجامعة نادي القراء كمثال، فهو لو انخرط بهذا النادي فهو سيجد نفسه أنه يعني مرغم إلى أنه يقرأ، لأنه قد أتى بقناعة أنه مثلا ربما ضعيف في القراءة وعنده إرادة قوية سجل في هذا النادي. فبدأ البديل وهو بمحاولة الدخول في المسابقات وما شابه ذلك، التدخين بدل ما تكون حركة السيجارة أخي الكريم بالإصبعين أو باليد تكون حركتها بالمسواك، بدل ما يكون حركة الفم بهذا الدخان وهذا الشيء الضار يكون من خلال العلك الموجود الذي يحل محل هذا الأمر كما هو موجود في الصيدليات، في يعني دكتور يخفف من قذر النيكوتين. أخيرا عفوا تفضل دكتور. أخيرا الابتعاد عن الجماعة، الابتعاد عن الجماعة التي هي تزاول هذه العادة السيئة. فلا بد إذا كنت أنت عندك هذه المشكلة مثلا ضياع الوقت، لا تبقى مع أناس يضيعون أوقاتهم. جميل. فلا بد أن تبتعد عنهم. جميل. نضيف بس بعض النقاط دكتور من خلال كلامك استشفيتها. مسألة إدراك الخطورة أمر سهل، وهي إدراك المشكلة ومعرفتها والاعتراف بها. قضية الإرادة والقوة الذاتية للتغيير، لا شك أن لابد أن الإنسان أن ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله عز وجل أن يفتح له. أحسنت. وأن يسأل الله عز وجل أن يغير من حاله هذه السيئة أو من هذه السعادة السلبية إلى عادة أفضل تكون فيها صلاح له في دينه ودنياه. مسألة البديل، مسألة البديل يا دكتور، لعل بعض الإخوان يفهم مسألة أنا عندي مسألة ضياع الوقت، سأنتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة عمارة الوقت. المسائل الفضفاضة، المسائل الفضفاضة لن تكون إيجابية أبدا في التغيير. يجب أن يحدد مشروع عملي واقعي محدد بذاته حتى يكون هو نقطة الانطلاقة. لا يمكن أن ننتقل 180 درجة في لحظة أو في يوم، ولا لا يا دكتور؟ لا شك، لا شك، لا شك أن هذه قضية. ولذلك فهم قضية المزاحمة اللي ذكرت في الصلوات ترى تفيدنا في هذه القضية. هذه المشكلة أنه فارغ لو قام. نعم. يا شيخ أستاذ أنور. نعم. لو قام وتوضى وصلى ركعتين، صدقني هذا الإنجاز اللي لم يسبق له من قبل أن يفعله. نعم. سيشعر بلذته وسيشعر بأنه بدأ يحقق إنجازا. نعم. وبدأ. نعم. يحقق مزاحمة من خلال مثل هذا البديل. جميل. المسألة الأخيرة ذكرتها دكتور بعد معرفة الإشكال، العزيمة على التغيير، ذكرت مسألة البحث عن البديل، وقلنا لابد أن يكون هذا البديل محدد وأن لا يكبر على نفسه، كعندنا مثل يقول لا تكبر اللقمة فتغص بها، فيحدد. نعم. لمشاريع عملية محددة بعينها ويبدأ في برنامج عملي. لا يمكن أن يكون وقته ضايع مثلا 70% ويريد أن يستغل 70% مباشرة، بل يتدرج في هذا، يبدأ ب 10% ثم بعد كم يوم 10 ثانية وهكذا حتى يستطيع أن يتغلب على هذه المشكلة. أخيرا وأهم نقطة، البديل أو البيئة الصالحة التي تعين على الاستفادة وعلى التغيير العادات السلبية. خلينا أهم من هذا يا شيخ. نعم. عفوا، أهم من هذا تفضل. النقطة اللي أنت ذكرتها الأخيرة أنا أدخلها في النقطة التي هي البديل. لكن النقطة الأخيرة المستقلة، ألا يبقى مع الناس الذين لديهم نفس هذه المشكلة. جميل. أن يبتعد عن الجماعة أو عن الرفاق أو عن الناس الذين يزاولون العادات السيئة. يعني واضح كيف هذه مشكلة. هو أصلا عنده ضيع وقت. طيب الذين حوله وأصدقائه وأحبائه هم يضيعون الوقت، وعنده مشكلة التدخين. أحسن. يريد أن يترك. نعم. التدخين ثم. نعم. هم أصحابه ليل نهار مدخنون. فلذلك. صحيح. لابد من. صحيح. الابتعاد عن هذه البيئة.
هذه مهمة جدا. الابتعاد وهو من نأخذ من حتى من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قصة الرجل الذي قتل 99 وكمل بالمئة، أمره بتغيير البلدة أو البيئة حتى يبحث عن الصحبة التي تعينه وتجدد. على سبيل ذكرت الدكتور في كلامك نادي القراءة، حقيقة هذه من المشاريع الجميلة وفي أمثلة كثيرة لها من البرامج التي تعين على استغلال الوقت، وكونك تنخرط في جماعة أو في برنامج لا شك أن هذا سيكون إن شاء الله رافد قوي في تعديل السلوك والرقي بالذات. طيب. وأيضا التغلب على الجانب السلبي. جميل أستاذ أنوار. نعم. لعلي قبل أن تنتقل إلى لعل الذي عندك وهو ما يتعلق بالسلوك الإيجابي وكسب العادات الإيجابية، أنا أيضا وعدنا الجمهور بأننا نطبق على الصحبة السيئة، وهذه قضية القضايا ترى. جميل. وقلت لك أريدك أن تشاركني الآن لو أردت يا أستاذ أنوار. نعم. أن أختبرك وأنت أنت تعتبر عينة من عينة المشاهدين. نعم. والمشاهدات. نعم. على النقاط التي أشرنا إليها قبل قليل، فماذا ستقول شخص لديه شاب أو شابة، كل واحد مثلا لديهم صحبة سيئة إما بشكل مباشر باللقاء المباشر أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وأصبحت عادة في هذه الصحبة السيئة، كما قلنا الدراسات دلت على أن هذا من أكبر أسباب انحراف الأحداث والشباب ذكورا وإناثا. نعم. ماذا ستقول في تطبيق هذه الخطوات حتى يفهم الجمهور أكثر فيما يتعلق بكيف نتخلص جميل. من العادات السيئة؟ تفضل. أنا سأعبر بأريحية لعل الله عز وجل ينفع بها حقيقة. أنا سأكون مقدما الآن لعلك أن تختصر يا أستاذ أنوار، لأن ورانا العادات الحسنة. يعني ابتداء حقيقة لابد أن أسأل نفسي هذا الصاحب ماذا يزيدني وماذا ينقصني. أنا بالنسبة لي إذا ماني ما أستفيد منه سلوك جميل أو ما أستفيد منه معلومة أو ما أستفيد منه شيء إيجابي في حياتي، فلا شك أن هذا يعتبر بالنسبة لي صاحب حتى لو لم يكن سيء، لكن بالنسبة لي هو سلبي. لا أرتقي به. حنا الآن نموذجنا بالصاحب السيء. سيء. الذي يؤثر على السلوك. الذي خطورته واضحة سلبية. إيه؟ ما في كلام. أو صاحبة سيئة خطورتها واضحة بغض النظر كم حجم هذه الخطورة، هل هو في كل شيء أو في بعض الأشياء. جميل جميل. مهما كانت. جميل. ولذلك النقطة الأولى هو أن ندرك خطورة استمرار الصحبة مع هذا الإنسان. إذا اعتقدت يا دكتور أن هذا صاحب سلبي وأن هذا سيء فعلا، فلا شك أني أنا بدأت عندي قضية إدراك الخطورة، وسأنتقل إلى قضية الإرادة والقناعة بالترك بالتغيير. نعم. إلى الأفضل. بالتغيير إلى الأفضل. طيب. ثم سنبدأ إلى سأستعين بالله عز وجل وأدعو الله عز وجل وأبدأ بالبحث عن الفرص الإيجابية أو الأشخاص الأفضل الذين سيكون لهم أثر علي. يعني سأبحث. خلينا في الخطوات يا طيب. إذن حتى إذن لا نشتت الجمهور. جميل. إذا حين أدركنا المشكلة سنتجه بعد هذا. طيب. إلى واقتنعنا بضرورة التغيير، سنتجه بعد ذلك إلى الإرادة القوية التي تساعد على التغيير وهي العزيمة على الترك. طيب. العزيمة على الترك، أنا الليلة سأذهب لهؤلاء الأصدقاء وغدا. نعم. وبعد غدا وسأتركهم بعد أسبوع، يصلح هذا الكلام؟ لا ما يصلح. ممتاز. لا الإرادة القوية إذن تلزم المباشرة في الترك، المباشرة في العمل أنفسنا. اتخاذ القرار والتنفيذ المباشر. أي المباشرة في العمل اللي هو ترك هذه الصحبة السيئة. ممتاز. نعم. إذن ثم رقم ثلاثة. إذن بعد الإرادة، أول شيء جتنا الإرادة اللي هي الرغبة والعزيمة، جاء بعدها الفعل بالترك، ثم بعد ذلك نبحث عن البديل المناسب الذي يشغل وقتنا هذا بحيث ما نفكر في هذه الصحبة أو هذا الصديق ونرجع إليه. باختصار من هو البديل؟ قد يكون برنامج أدخل فيه، قد يكون صديق أتعرف عليه جديد. الصحبة الطيبة. نعم نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الله أكبر. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء. إذن هنا البديل واضح. واضح البديل جدا. هو بدل هؤلاء الصحبة السيئة الصحبة، بدل الصحبة السيئة الصحبة الحسنة. نعم. الطيبة. نعم. ثم آخر نقطة الابتعاد عن كل الوسائل والابتعاد عن كل الطرق التي قد تعيدني إلى هذا الطريق أو إلى هذا الصاحب أو إلى هذا المجتمع السلبي. والابتعاد عن بيئة الصحبة السيئة. أحسنت. طيب. ودائما نقول حبا ننتقل، بس دائما نقول إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
وأنا أقول يا أخي تذكيرا لكلامك الجميل في ربط القضية بالله عز وجل، هو الحقيقة نحن نعرف نعلم قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الله ندرك هذه القضية في حوائجنا التي ربما هي موطن اهتمامنا في أمور دنيا أو إلى آخره. أنا أقول من أهم الأمور هو الحقيقة ما يتعلق بذواتنا فيما يرتبط بترك مثل هذه العادات السيئة واكتساب العادات الحسنة، حينما نخضع بين يدي الله عز وجل ونكون مضطرين، فالله سبحانه وتعالى سيفتح لنا من أبواب فضله ويعيننا على ترك العادات السيئة ويعيننا على كسب العادات الحسنة. بارك الله فيك دكتور، حقيقة بقي معنا وقت بسيط، أرجو أن يكفينا إن شاء الله لنتناول مسألة التحلية، وهي مسألة مهمة جدا ولعلك دكتور تشير إليها ونأخذها أيضا بتطبيق بعض التطبيقات عليها. تفضل يا دكتور. الله طيب العادات الحسنة، أنا لدي عادة حسنة، دعونا نتحدث عن مثال، مثلا المواظبة على الصلاة، جميل، والمحافظة عليها في وقتها، الرجال في المساجد والنساء في 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 مثلا بيوتهم، لكن تصلى الصلوات الخمس في وقتها، واضح؟ نعم. هذه عادة حسنة، لأن هناك من ربما نسأل الله العافية والسلام يترك الصلاة كاملة أو يترك بعضها أو يصليها لكنها خارج الوقت أو يجمع بعض الصلوات، لكن هذه هي كلها من العادات السيئة. نحن تكلمنا عن عادة حسنة وهي عادة المحافظة على الصلاة في وقتها. أول قضية أخي الكريم، يقولون دائما في العادات الحسنة اللي هي الانتقاء، أنا أنتقي الشيء الذي أريده. جميل. هنا انتقيت ماذا؟ جميل. انتقيت المحافظة على الصلاة في وقتها. جميل. وهذا من خلال ما يمكن يتأتى أخي أستاذ أنور إلا بالقناعة، كما قلنا هناك القناعة بترك الشيء السلبي، هنا القناعة بأهمية الصلاة والمحافظة عليها، وإن أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن صلاتي، فإن صلح صلح سائر عملي وإن فسد فسد سائر عملي، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه القضية توجد الميل عند الإنسان. فأول نقطة هو أن أحسن انتقاء العادة الحسنة التي أقتنع بأنها فعلا أحتاجها وأيضا الميل موجود، وهذا لا شك أنه لأي مسلم مثلا. جميل. في موضوع هذا المثال واضح جدا. جميل. النقطة الثانية التخطيط، لابد من وضع خطة في هذه القضية المتعلقة بهذا الجانب، وهذه الخطة مرتبطة بأنه والله أنني أنا أعرف والله أن عندي مشكلة مثلا في السهر، فأنا أوصي من يوقظني لصلاة الفجر إلى آخره، أنا عندي والله ضرب المثال بعض الارتباطات أقدر أرتب أموري، لأنني أنا أصلا هذه العادة أبغى أكتسبها، فلا بد من التخطيط لها بشكل جيد. ثم جميل. جميل. النقطة الثالثة، يقولون البداية القوية، البداية القوية نفس ما قلنا هناك في الإرادة القوية، هنا لابد تكون من البداية القوية حتى يغيروا ما بأنفسهم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، حتى يثبت لنفسه أنه ما شاء الله من صلاة الفجر غدا ماذا هو صلاها في وقتها، بينما كان من قبل لا يصليها في وقتها، واضح؟ نعم. فهو الآن بدأ يحافظ من الصلاة التالية، وهذا الإثبات مهم. طيب بقي هذه النقطة رقم 4. نعم. بقي الاستمرارية، واضح؟ كما يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لأن يا أخي أنا ممكن أفعل أتحمس لغد، جميل، وأصلي الصلوات كلها وغدا وبعد غد. نعم. لكن ثم يحصل عندي الفتور. لا بد من الاستمرارية، الاستمرارية تحتاج عون من الله كما أشرت، جزاك الله خير أستاذ. نعم. أنور. نعم. وتحتاج كذلك قناعة، وتحتاج تفعيل الإرادة الذاتية والمجاهدة، لأن الإنسان مطالب في هذه الحياة أن يكون عنده هذه المجاهدة. هذا. نعم. ما يتعلق. نعم. بقضية الاستمرارية. جميل. ثم آخر مرحلة أو الخامسة هو الاندماج، يسمونه الجماعي، وهو أنه يكون مع بيئة تساعده على المحافظة على صلاة في الصلاة في أوقاته. أما لو كان في بيئة لا تساعده على ذلك أو يفوتون الصلوات، فستكون هذه البيئة بالنسبة له متعبة ولن تخدمه في قضية اكتساب العادة الحسنة. هذه خمس خطوات وخمس إجراءات وخمس استراتيجيات مهمة، الانتقاء لإيجاد القناعة والميل. نعم. التخطيط، البداية القوية، الاستمرارية، والاندماج الجماعي. واضح أستاذ أنور؟ جميل. اندماج، هل هو أنه يدخل في بيئة؟ هل هذا. نعم. المقصود؟ نعم
ويصاحب أناس ويزور أصحابا من هذه الأصحاب العادات الحسنة، يزورهم يمكن يزورهم لأول مرة ماشي، ويخالطهم ويذهب معهم ويجيء، لأن البيئة مؤثرة يا شيخ، البيئة جدا مؤثرة لا شك. طيب أنا سأعطي كما ذكرنا في الجانب السلبي نموذج الآن أو مثال، نعم أنا سأعطي في الجانب الإيجابي نموذجا آخر، نعم. ألا وهي طلاقة الوجه يا أستاذ أنور والابتسامة، وهذه جميل. يشكو منها كثير من الناس في التعامل. جميل. الآن لو قلنا للأستاذ أنور في ونحن في نهاية اللقاء في يظهر، لو أردنا أن نطبق الخمس بناء على ما تصورته أنت من الخمس نقاط، ماذا ستقول في اكتساب عادة الابتسامة وطلاقة الوجه وهي من العادات الحسنة؟ جميل. نعم. الخطوة الأولى أني سأغير هذه أو سأبدأ في التخطيط لاكتساب هذا. لا قبل التخطيط حتى الناس يفهمون. نعم. الانتقاء. الانتقاء انتقينا السلوك. لماذا نحن نقول في الانتقاء يا أستاذ أنور؟ لأن عندنا عادات حسنة كثيرة، صح ولا لا؟ نعم. فاختيار طيب. اختيار الابتسامة هو الانتقاء. ولاحظ لأني مقتنع أنني بحاجة إليها، والناس ينتقدوني كثيرا، ومقتنع بالأجر فيه عظيم، ومقتنع بأنها لها أثر كبير. نعم. وعندي رغبة في هذه القضية، هذه القضية الأولى، لأن الشخص إذا ما عنده رغبة ما يمكن يكتسب العادة الحسنة، إذا ما عنده ميل لهذا الشيء ما يمكن يكتسب العادة الحسنة. احنا نتكلم على الأمور اللي فيها مستحبات وفيها خيارات، أما الواجبة لنا رغبة ولا ما لنا رغبة لابد أن نعملها، لابد أن نعملها. نعم. نعم. مثل قضية المحافظة على الصلوات ما لها ارتباط بقضية الرغبة عدم الرغبة. نعم. الثاني التخطيط. يعني من التخطيط أني سأذكر لمن حولي أن يذكروني بهذه السلوك الجميل الذي أريد أن أتحلى به، وأقول لهم كل ما شفتوني مثلا عابسا ذكروني أن أبتسم. ممتاز وهذا تذكر حتى عند أهل الاختصاص، أحسنت. وأيضا أنني أضع لنفسي وخطة أن كلما دخلت على أبي وأمي أبتسم في وجههما. الله يسعدك الشخص اللي دكتور. الشخص اللي بس بقي معنا دقيقة واحدة، لو ممكن نلخص هذه، نلخص الحلقة كاملة في دقيقة، والحديث حقيقة شيق، والموضوع فاق تصوري الشخصي، وطرحه بالأسلوب الجميل هذا جعل له حماس خاص. جزاك الله خير وأشكر لكم. هذه لو نلخص الموضوع يا دكتور في دقيقة. أنا سألخصه في الابتسامة يا شيخ. جزاك الابتسامة هذه عادة حسنة ننتقيها، نخطط لها ولو بأجزاء معينة. جميل. ندخل عندنا بداية قوية لا نؤخر ذلك. جميل. نجتهد ونسأل الله سبحانه وتعالى ونجاهد أنفسنا ونجعلها أساس عندنا، ثم نخالط الناس المبتسمين بالصورة هذه. جميل. سنكتسب عادات. جميل. حسنة، وسنطرد العادات السيئة التي قلنا فيها ما ذكرناه من الخطوات المؤكدة لأهمية الابتعاد عنها، ثم إرادة القوية، ثم ما يتعلق بقضية البديل. الله يسعدك. ثم ترك الجماعة. شكرا جزيلا دكتور خالد، شكرا جزيلا ونفع الله بعلمكم. الحديث أنا أقبل حقيقة، إن كان لي حق أن أقدم اقتراح بين يدي سعادتكم، وأيضا هو رأي المخرج أن الموضوع هذا قد يكون يحتاج إلى حلقة أخرى لتمكين التخلية والتحلية. عزيزي المشاهد مشاهد، شكرا لكم المتابعة، والسؤال لكم هل أنت تحتاج إلى هذا الموضوع أو لا؟ الإجابة لديكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.